الذي بنعمته تتم الصالحات، وأزكى الصلاة على معلم الناس الخير وهادي البشرية إلى الرشد وداعي الخلق إلى الحق ومخرج الناس من الظلمات إلى النور، نبي الرحمة البشير النذير والسراج المنير، صاحب اللواء المعقود والمقام المحمود والحوض المورود، عليه وعلى أصحابه الركع السجود، أفضل الصلاة وأتم السلام. وبعد، فلعل من يمن الطالع واقتران السعدين والتقاء السعادتين أن ألتقي بكم في يوم الاثنين، اليوم الذي ولد فيه المصطفى صلى الله عليه وسلم، وقال صوموا يوم الاثنين لأنه يوم ولدت فيه. وأقول إن كل من يتمتع بصفاء النفس وشفافية الروح والنظرة العميقة في شرع الله تبارك وتعالى الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، وجاءت خلاصته في قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نعم أيها الرجال، نعم أيها الإخوة والأخوات، إن المصطفى صلى الله عليه وسلم أمضى زمناً في أول بعثته يدعو إلى تصحيح العقيدة وتنقيتها من الشوائب وترسيخها في النفوس، ومن ثم دعا إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الفعال، والتي تجلت في سورة الأنعام في الآيات 51 و52 و53 بعد المئة من سورة الأنعام، دعوة إلى تصحيح العقيدة، ثم ارتباط الأسرة من الوالدين والمحافظة على الأولاد والنهي عن الفواحش ما ظهر منها وما بطن ومنع قتل النفس وصيانة أموال الأيتام والوفاء بالمكاييل والموازين وقول الحق والصدق والوفاء بالعهد والالتزام بالصراط المستقيم. قال في آخر الآية 53 لعلكم تتقون، وكما جاء في سورة النحل إن الله أمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. والوصايا الواردة في سورة الإسراء من الآية 23 وحتى الآية 39 ولا يتسع المقام لاستعراضها، وما جاء في سورة المؤمنون من قوله تعالى قد أفلح المؤمنون الذين في صلاتهم خاشعون، ذكر الله جل وعلا ست صفات لورثة جنة الفردوس، منها ثلاث صفات أخلاقية. وفي سورة الفرقان في وصف عباد الرحمن 12 صفة من الآية 63 وحتى نهاية السورة، منها سبع صفات أخلاقية وخمس صفات موزعة بين العقيدة والعبادة. ولهذا فالدعوة إلى صلاة الاستقامة الأخلاق ومحاسن الفعال جاء قبل مشروعية الصلاة، ثم إن الله جل وعلا قال كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، وقال تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. نعم، ويقول جل وعلا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ونحن هنا في هذا المقام وفي هذا المكان الطيب الذي نعتز فيه بكل من يبذل قصارى جهده في السير على كتاب الله جل وعلا الذي لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، والتمسك بما صح من سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي قال لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالف أمرهم حتى يأتي أمر الله. ولما سئل صلى الله عليه وسلم عن طائفة المنصورة من هي، قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم
أنا وأصحابي. نعم أيها الرجال وأيها الأخوات، إن الطائفة المنصورة هي التي تسير على هدي الله وعلى دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي دعا إلى الوحدة وإلى الاجتماع. وأنا في الواقع يؤسفني جدا أن نجد إخواننا من المنتمين إلى طائفة الصوفية أنهم عشرات الفرق، عشرات الجماعة. فلماذا ديننا يدعونا إلى الوحدة وإلى الاتحاد وإلى أن نضع أيدينا في أيدي بعضنا وأن يرشد عالمنا جاهلنا وأن يعلم عالمنا أيضا من رغب في التعلم ونخوض عراك المجتمع فنستفيد من الماضي ونعيش الحاضر ونستشرف المستقبل ونعمل على حل مشكلات الناس وعلاج قضاياهم ولا نعتزل عنهم أو نكون في قوقعة وحدنا. لم أرى من خرج من جماعة الصوفية في هذه الثورة المباركة ورفع عقيرته بأنه هو الذي يدعو إلى الاجتماع وإلى نبذ الخلاف وإلى المصالحة وإلى أن يتعامل الجميع بصفاء القلوب ونقاء السريرة والتواضع الجم والزهد أيضاً فيما عند الناس والرغبة فيما عند الله. ونستمع إلى قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: من اتق المحارم تكون أعبد الناس، وارضى بما قسم الله لك تكون أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكون مسلما، وحب للناس ما تحب لنفسك تكون مؤمنا. ولقد قال الخليفة الصديق رضي الله عنه: أربع من كنا فيه كان إنسانا كاملا، من فرح بالتائب واستغفر للمذنب ودعا المدبر وأعان المحسن. ونسمع أيضا سؤالا ورد على عبد الله ورسوله عيسى ابن مريم عليه وعلى أمه وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم، سأله رجل: يا معلم الناس الخير، كيف أكون تقيا لله؟ قال: الأمر في هذا هين، أن تحب الله بقلبك كله، وأن تعمل بكدك وقوتك ما استطعت، وأن تحسن إلى بني جنسك. قال السائل: من بنو جنسي يا معلم الناس الخير؟ قال: بنو آدم كلهم، وما لا تحب يوجه إليك فلا توجهه إلى غيرك. وقال الإمام الشافعي رضي الله عنه: ثلاث من كنا فيه حاز بهن قصب السبر. الجود من قلة، والورع في الخلوة، وقول كلمة الحق عند من يرجى منه النفع والضر. ولهذا فإني من هذا المنبر أدعو إلى الاجتماع وإلى التآلف وإلى نبذ التصنيف. هذا سلفي وهذا صوفي، كلنا. افتح ظل طيب. حاضر يا أخي، أنا عندي الكثير أريد أقوله، لكن لا قوة إلا بالله. والله يتمنى من كل قلبي أن نكون على قلب رجل واحد، أن نمثل منهج المصطفى صلى الله عليه وسلم في حبه للناس وتواضعه وحسن سمته، الذي قدم أهل الصفة على البقية الباقية من ذريته وفاطمة الزهراء عليها السلام. نعم، لم يرضى يعطيها خادما ويترك أهل الصفة يموتون من الجوع. نأخذ سيرة أبو بكر الصديق الذي أنفق كل أمواله في سبيل الدعوة وفي إنقاذ الضعفاء والمستضعفين وفي إنقاذ المعذبين والمحرومين. منهج عمر بن الخطاب رضي الله عنه، منهج عثمان بن عفان رضي الله عنه الذي جهز جيش العسرة واشترى بالرومة لتكون مشربا للمسلمين، ولما جاءته عير من 1000 جمل من الشام وكانت المدينة في غاية المسغبة والمجاعة، اجتمع إليه التجار وقالوا: يا عثمان، نحن نعطيك بالدرهم درهمين. قال: أعطيت أكثر، ثلاثة، أربعة، خمسة. قال: أعطيت أكثر،
قال يا عثمان نحن تجار المدينة ما في أحد يعطيك أكثر منا. قال أعطاني الله جل وعلا الدرهم بعشرة، إشارة لقوله تعالى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. نعم، فجعل عثمان رضي الله عنه العير بما يحمل من خيرات لفقراء المدينة. نحن نريد أن ننهج هذا المنهج ونسير على هذا الطريق، وفقكم الله وسدد خطاكم. ولا أنسى في الأخير أن أقدم عظيم الشكر وجزيل عظيم الشكر وجزيل الامتنان للإمام الأكبر شيخ الجامع شيخ الأزهر وللأستاذ حسن الشافعي. ولا أريد أن أستعرض الأسماء كلها فقد أنسى بعضها، لكن لكل من أسدى يدا أو عمل جهدا في هذا المؤتمر وفقكم الله، وإلى لقاء إن شاء الله في البلاد المقدسة في مكة والمدينة، والسلام عليكم ورحمة الله.